بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع متتبعي قناة رحموني عبد الرحمن، واحد تحية لخوتنا المغاربة والناس اللي كتابع القناة ديال رحموني بوفاء، والناس اللي ما كتبخلش عنا في أي فيديو بواحد التعليق زوين وجيم وكتبع الفيديو من البداية حتى النهاية. كنبغي نقول لهاد الناس هادو راني كنبغيكم بزاف، وتحياتي لكم من القلب الخالص. ودائما قصص للعبرة ماشي للتباهي. اليوم وكن على أكيد أنك أول مرة غادي تسمع قصة ديال النيني، بزاف ديال المرات سمعتهم من بزاف ديال الناس، ولكن اليوم غتسمعوا القصه الحقيقيه. حيت من بعد ما كتسمع واحد الشخص اللي هو تيخرج من السجن، تيبات خارج السجن، ولا تيدخلوا ليه دريه، ولا شي امر الموظف باش غادي يدق لشي مسجون اللي هو خطير بحال الجاوي ولا غيره برا باش يسكوتشي، الموظف تيسمع لذاك الشخص و تيدقها للمسجون. بزاف ديال الحوايج كنتو سمعتوهم ماشي حتى اللي محطوطينش في بلاصتهم. اليوم وبالتصحيح غادي نخليكم تعيشوا معايا القصه دي ديال انيني. نبداو على بركه الله. قبل ما نبداها ما تنساوش واحد التعليق زوين جيم، نتوما راكم عارفين اخوتي دفيعه من عندكم. نبداو على بركه الله. هذا انيني حنا غنبداو القصه ديالو من جا حنا، حيت انا ولا بزاف ديال الناس كنا تنسمعوا به ما عارفينوش، ولا ما تنسمعوش به كاع. علاش؟ حيت انيني معروف هو الرماش وفلان 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 في الشمال. حنا الناس ديال الداخل ما كناش نعرفهم اخوتي، وقتاش غادي نتعرفوا عليهم؟ حتى ولو شي يجيبوه من عندنا للسجن ديال الداخل ديال السلا، يجيبوه للسونترال، يجيبوه السلا جوج، تولا الجوج، البعض منهم. اما انا راه ما عمرو كان في سلا جوج ولا في مكناس ولا تولال. انا تنشرح لكم اخوتي هنا، عاد بداو شي تعرفوا عليهم ديالنا. اه فلان هذاك فلان هذاك. اول مره ما غادي يجيبو النيني للسونترال راه كان ديجا مزبلها في السجن ديال الشمال. كان ديجا واخا تحكم كانوا تيلقاو شي يقصر برا وشي ساكن برا ودير ما بغى. هنا غتزير الدعوه غيجيبوه لعندنا، من غيجيبوه لعندنا تنقصد حنا الناس ديال الداخل اخوتي، غيجيبوه للسجن ديال السونترال، مقبره ديال الناس وهي حيه. من يجيبوه للسجن ديال السونترال غادي يكون فيه تما كاين واحد الشخص اللي هو معروف وغني على التعريف، الجاوي. واحد الشخص هو ولد كازا معروف، عبد كدا ما غاديش نسميوه حيت ماشي راجل شماته، وغادي يبيع الماتش، هو اللي غادي يقيدهم باش غادي يدكو البرا النيني، اللي يدكو البرا الحسن. انتم غتعرفوا علاش غادي يدكو ليه البرا. وكان رايم في الصف ديال النيني، رغم ان حسن راه ولد بلادو ولد حومتو وهادي واسبقيه ليه، لا هذا باع راسو بحالو بحال بعض ديال داك الموظفين اللي غتسمعوا عليهم حتى هما، بعض ديالهم اللي حتى هما باعوا راسهم. كيفاش غيتقولبوا هاد النين؟ يطلع اخطر سجين وادكى سجين، الناس تما كاينه كيخدموا بالجناوه وبعقلهم. واش غيدير لهم اخوتي؟ رغم انه راه جاي على الفازيو وجاي لواحد الحبس ومحروس، ما خاصوش يتزعقوا معاه، يبقاو رادين ليه البال. راه باين انني هو اللي كاين في داك الحبس ديال السونطرا، البقيه راه جايه غير على القشاوش وما طيشاو. اصبر ودوز حيد، ملي كدا مالك قاتل مرتك طفرتيه، نتوما عارفين داك السيد علاش جاي. من غيجيبو لهنا اخوتي الناس بغات تعرف كيف ويلي كيفاش هاد السيد هذا مزيرين ودايرين ليه هاد الشيء هذا كامل، وغادي يعاود يخرج ويعاود يدير ويعاود يهرب وكدا. اخوتي شوفوا اول حاجه باش كان تيخرج هو للزنقه، انا ما بداهاش معاهم موظفه كذب عليكم كذاب كان تعطي الموظفه الفلوس و تيخرجوه، لا. هانتوما تبقاو تسمعوا بزاف ديال الحوايج اللي هما صحاح في القصه. هنا فاش يلاه جابوه للسونترال، اول حاجه غادي يدير هنا الموظفه هما تيبقاو يعرضوا عليك راسهم، خاصك شي لعبه على كدا. هادي سونترال كان مزيره واحد المدير، كانت لافايات و زيرها بزاف، كاين شويه ديال التجاره وكذا، ولكن ماشي بحال واحد الايام ديال بنادم تيتباع فيه وبنادم تيدير فيه اللي بغيتي بالكريدي، كانت السيبه. هنا الوقيته اللي جابوها كانوا جابوها المدير هذا، بدا تيزير بدا تيزمتها، غيجي غيزمتها الالنيني، راه ما كانش كيشد من عنده لا فلوس لا يديك لا يخليك، طاحش ليه العصا كاع. هنا الالنيني شنو غادي يدير؟ عطاو واحد العزله، يقرب من المساجن اللي تما غار اللي تما كاينه باينين غارقين، من فلان وفلان اللي قلت لكم هذاك السيد عبد ولد كازا والجاوي وفلان وفلان وبزاف ديال الناس اللي هما كانوا تما كاينه غارقين، تتعامل معاهم شنو بغيتو شنو كدا، طلق
طلق ليهم تما كاين اللعب صافي، انتوما تلاهوا في هذا الشيء هذا، كنتو غير الحشيش المخدرات كذا هادشي. ها هما يا هو نيني باش كان تيخرج، كانت عنده واحد دكتور ولا دوك شي شخص في المستشفى اللي هو مصاوب ليه واحد الدوسي كانه مريض واحد المرض اللي مزمن ولا شو شنو هو ذاك المرض، تيبقى ربي اللي عالم بيناتهم. داكشي محطوط في الدوسي ما باش نقول لكم انا علاش كان تيخرج تسمى كذاب، لكن الطريقه باش كان تيخرج كان تيديرها قبل منه المرحوم الله يرحمه كطورز فاش يلاه كان تيتشتا هو، كيجي واحد الدوسي ما عند الطبيب ديال السجن صيفطوا ليه طبيب واحد اخر تيخرج يدوز السجن ديالو في المستشفى، ما كانش يهرب الكاتوز ما هو يضرب 8 شهور 6 شهور كذا وشي يخرج لا كلاس هو في المستشفى. هنا كذلك هذه العمليه هنا غتتكرر، يدير النيني ولي ديما عنده داك الدكتور تصيفط له واحد الرونديفو، رونديفو ماشي بحال دي السيمانه يخرج فيها جوج المرات بحكم على انه النيني خارج المستشفى راه يخرج معاه واحد 20 موظف ولا 15 وحاملين السلاح ديالهم. هنا ملي كيمشيو يشدو معاه المره الاولى خارجين على اساس انه غادي يتعالج مع علمين وما على والو، هو القلب مخدوم بينه وبين الفرم بينه وبين داك الدكتور سي غير باش يتفوه يخرج الانسان تعطيه فلوس باش غير يخرج للزنقه يضرب فيه داك البرد باش يقرا قرايته تا هو شنو غيدير له شو باش بدات كلاس تما كاينه المره الاولى والمره الثانيه المره الثالثه المره بقى ماشي المره الاولى جا قال لهم الحق هذه لا بقى معاهم حتى تبتو شو الحق ولا والو اليوم راه غادي نعرض عليكم تغداو فين مشيو شي ريستورا على حسابي كدا وهادي لا، ولكن شافك شي واحد نولو فش لا ويني انا شكون غيشوفني انا غير قنيطره هادي انا معروف غير في الشمال هارو شي كاسكيطا كدا من هنا قبيه تصط تصط فعلا جلسوا مع هذيك المضافه في الريستورا ماشي مهربينو ولا شي لبلا خارج بالامر من عند مدير ديال السجن والامر من عند الوكيل والامر من عند الطبيب اللي مصرح ليه باش يخرج، ولكن شوف هنا كي لقى داك التغره تاهم جلسوا ويلي كلاو شي لعبه ما عمرهم شافوها حتى في حياتهم. وهادي بقاتي كنتو نتوما عارفين كاين بعض ديال البشر ضربوا الحلقه ونسى اللي خلقوا السيد ربما في ذاك الوقت شي تنهضر لكم على انا راه في عاد اداره السجون ماشي المندوبيه راه كانت الغفله راه كان موظف تشد السين الف ريال تعطي شي 100000 ريال تقول له جيب لك اي لعبه فردي يعطيه غير الفلوس في ذاك الوقت اخوتي كانت السيبه. دابا راه المندوبيه العامه اللي جبدوها راه كانت صغيره يعني كي يقول لك لا بدوز حيد دابا ما دوش ما حيدش دعوه مزيره واخا ما شالت تعطي لها خرجك نيسان تيموت خصو يخرج يدوز وما تيخرجش يدوز يموت في الحبس. هنايا جلس كياكل هو وياهم بحكم ان كانت غير اداره السجون قضيه مطلوقه شويه رجعوا شنو ختي تعامل معاهم راه ماشي تحاسبش ماشي هو الفلوس اللي بغاوها وكدا شي حاول يكسبهم اللي عندو شنو كدا شنو بغيتي هذه طنطان اللي بغيتوها كاينه اللي بغيتوها نحضرها لكم فلوس ما تيضربش على حسبه كيعاود يجي عاوتاني الرونديفو تيعاودو يمشيو معاه مستشفى تيجلس طنطان او حكا راه مشى الوقت تنبقاو اليوم تنتعشاو وعاد ندوزو للسجن وراك محسوب بعدا خارج للطبيب واخا تكون تخرجتي مع السبعة الصباح واخا تجي حتى لجوج الليل المهم بعدا راه غيجيبوك غيجيبوك كتمشي دوزتي واحد نص ساعة ديال الطبيب وباقية كاملة راك محسوب عند الطبيب كتمشي كدور يدوروك يصيفطوك وكدا وكدبر عليهم في ديك اللحظة تسمعش كدبر له يعطيه 100000 ولا كدا راه داك السيد شوف شحال كان تيعطيهم باش يخلوك وبقاو يدوروك وتمشي لأي بواط أي لعبة تجلس فيها ضرب هنا دير أي حاجة بغيتي من بعد غادي يردوك للسجن شوف باش بداهم راه الدكتور هي اللي كتخرجو ولا الدكتور هو اللي تيأمر باش يخرجو ولكن على قالب كيدير الموظف علاش يدير لهم هادشي هذا ويلي فين باغي يوصل بقى معاهم على هاد القضية هادي طن طن كدا تصط تصط. واحد النهار كتشوفو نتوما ملي تيخرج للزنقة وهادي كتكون ضروري تشوف شي درية ولا هو كان قاري ليه حسابه قال لهم واحد قام بغينا نقصرو نجيبو دريات كل واحد يجيب درية ديالو كدا وهادي هما هنا راه مكانوش يديرو حتى شي لعبة ليا خطير راه غادي يخرجوا حاجه وحده عندهم وان كاين شي يديه ويقصي ويمشي يدور فيما بغا ولكن راه محسوب معتقل كان بامكانه يوقف شي جوج حديدات الله يعاون راه النيني هذاك هو كان تيقرا اليوم هذا الشيء هذا شويه شوف شوف شنو يدير. حبس كامل مخليهم ملاهين بعضياتهم حبس كامل ملاهين بعضياتهم حشيش مخدرات كذا شبكات. المدير في ذاك الوقيته اللي غادي يوقع هذا الشيء هذا كيفاش واش حتى هو تخلص وبالعاني خوا داك الشهر كان عالم على القضيه باع الماتش ما بغاش من توقع
بيلان تيقول لهم راه كنت لاعب انا في ذاك الماتش. لا، واش جات صدفة؟ كان في العمرة وما فهمناش، الله اعلم، ربي اللي عالم. حيت ديك الوقيته ما كانش المدير، مما زاد عندنا خلى داك السجن يترع. السجن بلا مدير بلا قوات، رئيس المقالة يدير ما بغا، كلشي غيدير ما بغا. هنايا تا هما استغلوا الفرصة هادي، صافي ندورو بيه كدا، هادي طنطن باش نجيبو واحد الحشيش، لا تيليفونات لا والو، وعادية وهادي مدبرين على راسنا، راه حنا مقولبين ورا مزيرين ورا بغا يهرب، راه عندنا السلاح كدا، حنا راه السلطة. وهادي كاين داك السيد راه هو البحر شي مخلصو، غادي تثق فيه نتا ولا غتبان ليه كدا ولا هادشي. عطيهم في الاول الثاني قال لهم حقا نقصرو، قال لهم لا شوف مكاش لك تبات، راه ديرنا مشكل وهادي، يلا نمشيو. كاين تما في لا سونترال واحد البيت ديالهم فين تينعسو، نمشيو تما كاينه وندخلو لك الدريه ديالك وكدا وهادي، وتنشوفو حنا ندخلو الدريه ديالنا، كاين اللي مزوج ما يدخلش ديال الدريه، واللي مزوج حتى هما راه كندخلو نقصرو بيناتهم البنات، والصباح تمشيو في حالاتهم. هما ها مرحبا، ما بغيش يقول لهم لا حكا ولا كدا، مشى معاهم في خاطرهم، ما يبين لهم والو، ها مرحبا تجيبوها ليا، يلا نمشيو. جابوا ليه الدريه، جلسوها في داك البيت، كتدخل عنده اخوتي تاع السجن ماشي للسيلون، بزاف الناس تقول لك حكا كانوا كيدخلوا ليه تال السيلون، كتبقى معاه من الصباح حتى العشيه، شي واحد تقول لك كانت كتبقى معاه من الليل حتى، مستحيل اخويا العزيز تدخل عندك البنت لبلاصه السيلونات، فهمتيني؟ في واحد تدخل هاكا على رجليها، مازال تقدر تقول لي دخل عليه في باليزا ولا في شي لا سيساك كبير ولا، اما باش تقول لي قدام بنادم بحال اللي كيصرحوا بهم راه ما كايناش. كانت كتدخل لواحد، جيت مع الدخله ديال الباب، كاينين مثلا قلتي واحد البيت ديالهم كوزينه، واحد البيت ديالهم فين شي ناسو هما الموظفين، تكون هذا في اي سجن، تكون هذيك ديال هي محسوبه مصحه، ولكن هما تكون عندهم بيت ديالهم شي ناسو فيه ياخذوا فيه راحتهم، مصحه خاويه، بغيتي مرة تبقى في الزنقه ما تجيش الحبس. دخلوها لي تما كاينه المره الاولى، المره الثانيه صافي، ولا ديك اللعبه ديال هانيه فهمتوني، هذه عاديه كاين حتى شي لعبه، ماشي لا حكا وانا بغيتها في الزنقه ولا بغيتها تبات معايا ولا لا لا. مشى معاهم في عقلهم وخلهم، شنو بغيتو عاوتاني الفلوس اش اللي كاين تيعطيها ليهم هما، تا هما شنو شي يقولوا ويلي السيد هذا نديو هاد الدويره تيعطينا هاد القدر ديال الفلوس وكذا وهادي، ولا هما تقول شنو واش كاين شي راون ديفو واش كاين كذا واش كاين، تعاقوا فيه من بعد ما حباس داك الراون ديفوات. يا إلي هاد السيد هذا كون باغي يهرب كون هرب لنا، شحال هادي حنا فاش كنا تنديرو كذا وهادي وهادي، خلاهم يتشيقوا، خلاهم يتشيقوا. جلاس تما كاينه شويه، بقى مشغل مع دوك المساجين، شي دير معاهم زوين، فين انت شنو خصك كذا، هذا يتهلا هذا فدا في دارهم، الناس ديالنا عنده 30 عام 20 عام، وتلقى بنادم جي 20 عام قاتل على 100000 ريال، دبر عليه عطاه فلوس عطاه الله في دارهم، دار معاهم زوين، بزاف ديال الناس كان تيدير في الخير في عباد الله، خصوصا في السيد اللي صحح لي القصه، حتى هو من الناس اللي كان تيدير فيه الخير. كيف سوا كيف ما كنتي تما كاينه داخل السجن، بغيتي تروم ليه داكشي ديال بابلو اسكوبار، تروم بخاطرك فهمتي، انا ماشي نبيع لا حشيش لا والو، ما كندير حتى شي لعبه داخل السجن. انت تشوفوك عنده سبحان الله واحد الهيبه ديال الفلوس، تمجي عنده بلاد السي ان ان كدا تمشي يعطيه اللعيبات البركه ديالو، فلوس هازه شي ضربه داخل السجن يفرقها بالعلالي، مسوقش البنادم داير قالبو فراسو، داير هنا خدام قالبو فراسو. واحد هنايا واحد اللي غادي تشبك ليه معاه، اللي في المساجن كاملين ماشي دابز معاه، لا تشعلات ليهم، مبغاش يقول لي بالضبط علاش، هنا باينه شي حاجه خايبه، هو والجاوي انا تشعلات ليهم، كان اخوتي غادي يضرب النيلي حكم على انه كانت عندهم العزلات ديالهم، عزله حدا عزله. هنايا كاين واحد مشموش اللي هو ولد عبد كدا، شنو نقولو عبقوق ولا ملما نكملو راكم عارفينو، ولد كازا، هو طيح عليه الفكره، قال له شوف هذاك راه غادي يبقى حاضيك راه وراق اليوم، راه هذا جرى معاك راك شنو كدير وشنو شادير وكدا وهادي وهادي، وراه عندك حل واحد الا بغيتي انت تعيش في حياتك ما يتبعكش، كاو هادشي كيفاش غنكاو هادشي؟ قال له دقوا له البرا، مدبر على الطبيب دقوا له البرا ديال الموديتيل، غيخليه شي 6 شهور ولا 4 شهور، هو شي ديراه ما غيعرفوش شنو يقول، وانت ديك 4 شهور غدير ما بغي. وراج هو طاحت عليه الفكره، شوف هنا انني خداها بهذا المفهوم هذا، ماشي خداها باش غادي يدقوا يتعداو عليه ولاد لا، هما الموظف شاف شافوه بغاو
يدوز الانين يشدوه ضربوه، ماشي ما ضربوش، هنا فتح عليهم فكرة ديالها نتوما دقولي حيت حسن الجو اخوتي شو راه مشكلة مشكلة معاهم، الا شافهم بغاو يحقروا ولا بغاو يديروا شي لعبة ولا صافي غير الموت ولا ما غاديش دير تسد عليا انا، ما كاينش واحد الناس في شكال الله يفرج عليهم. بالنسبة للناس اللي ما عمرها شافتو راه حطيت لكم الفوتو ديالو اخوتي، هو من ضمن داك الناس فعلا غادي تقول ليه البرا، داك الوقت اللي غادي تقول ليه الجاوي البرا غادي يبقى مسكين مليوح في العزلة ديالو، مسوق ليه حتى واحد، علاش مسوق ليه حتى شي واحد؟ حيت داكشي دقوله في طريق النيني، والنيني راه مدبر على كل شيء، ولا مشيتي دخلتي درتي شي لعبه مع الجاوي ديك اللعبه راك تحدي شي النيني هنا اخوتي، ما حتى واحد ما كانش يقدر يقرب الجاوي يدير معاه زوين ولا كذا، خلاوه خلاوه باش يبقى واكل هنا من عند النيني. سيري ايام وجاي ايام، مدير ما كاينش، حبس ندرع افينا دا شي طراسه داش كتبان ليه بوضوح، عاود تاني عيط لداك الدكتور شنو كاين رونديفو، دار رونديفو مشى جات ماشي ديك في ديك البواطات تما ديال القنيط، راكم عارفين معروفة بواطات كان تما دايرين، المهم واحد شي مشهور واحد السيدين واحد قال يوم السبت هذا علاش اللي ما شوفوا لنا شي فيلا كريوا دوزوا ولاد السبت هذا حكا طن طن كدا تسط تسط من هنا، ما تشدو ما بقاوش يدورو في راسهم، لا حكا جينا على غفلة كنا هنا نرتبو كدا، علاش؟ حيت هما ديك الناس اللي يكونوا شادين الصباح ماشي هما اللي كيكونوا شادين الليل، فهمتوني؟ هاد الفيق هاد القالب ديال باش انه يخرجوك خصهم يديروه معاك ديال الليل ماشي ديال الصباح، مولي غير طرحوا عليه الفكرة هادي بعض ديال المنطفى كانوا تيتعاملوا معاه في الصباح، طرحوا الفكرة على بعض ديال الأصدقاء ديالهم، اش كيفاش حدانا ما تخافش ما عندك مناش تخاف، حنا ودي شحال مرة نخرجوه وانت شحال درنا معاه، هذا راه داك البارطمان الحديد هكذا والله ما تخاف، وهو شوف راه كيجي غير رونديفو كذا وتسطو على حسابي انا اللي غنكون معاك، انت ما غتخسر والو، هضرني غير مع صاحبك هكا هو صاحبو شي كيشي قفشي وشي كذا، انت غتولي تدرس فعلا غيجي واحد المره صافي يدوز لابيل كل شيء، والانسان كيفاش يخرج كيفاش كذا هادي من بعد ما كان شي يجي الرونديفو ديال في الاول ديال الدكتور تيخرج داك في الصباح عادية، ولكن مشي بيخرج بالليل السيارة ديال بعض ديال الموظفين واش يخرج راكب فيها القدام ولا في كوفر ولا شو، المهم عداش يخرج بالعلالي تيمشيو تيقصرو مشيو للبواط اللي بغاو وديرو ما بغاو ودوزو واحد الليلة ما عرفت شنو، تال داك السبعة وناس ولا الستة وناس واحد الوقيتة اللي هي معروفة تيجيو فيها موظفة تيكونو تيتناول الأعمال ديالهم تبدا عاد تيجيو بحال ما كاين حتى شي حاجه، فعلا داروها المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه، شويه اش غادي يقول لهم وانتوما شوفوا شي دار ولا فيلا ولا كدا عيق ولا كازينو ولا شي حاجه اللي نكريها انايا، متخافوش تفكروا على حتى شي لعبه، كاين اللي غير السيد اللي غيكريها بلا كارت بكل شيء، ما تخموش نتوما يا بقاو نجيو نرتاحوا فيها، الناس اخوتي هنا ضاقت الفلوس مابقاش كتقول لا شنو بغيتي، بغيت كراو كراو فعلا شي بارطما ولا كابانو، المهم كراو واحد لعيبه في الزنقه ولاو تيمشيو حتى هي يجلسوا فيها ويجيبو اللي ما مجوش يجيب فتاش الشراب كل شيء محطوط شابكه الحبس، حتى واحد ما مسوق حتى واحد ما مسوق، الناس كامله تما كاينه مقرقبه محشه، اللي دي شي يدير شي بليه وجدها ليهم خلاهم فين يتلاهاو وعطاهم واحد العظيم، ولو على بعضياتهم شي ساو هو قادي حاشو ذكي شي خرج معاهم اليوم غدا بعدا وتصد حد النهار شي يقول لهم عاوتاني، تا خوتي الفلوس ترى الانسان مبقاش عارف بان راه دايره حرام ودايره حلال، لا اللي قال خص الدار الا ما دارش نقطع عليك داك تشوفو وتبتو من واحد الدرجة اللي ما كتوصفش، انك خرجتي المرة الاولى شي 100 مرة انت وليت كتخرج وتدخل وكذا، ويلا كان بغى يهرب راه يديرها المرة الثانية ولا الثالثة ولا كذا، ما غيعرفش البريكاد عارف دي انا بغيت نعرف نجيب لاكوفطير الحبس وغتهزني واش نتوما عقلكم نار بليكم، تبتو مالك البنية غتجوج دير ليها العرس مالك حقها مريضة دير ليها عملية مالها حيد ليها ركبة قاد ليها ودن
تتعامل معاهم كسبهم. حنا قال لهم ودي اش غديروا، وين نطلقوا رجلينا شويه شي حديد نطلق فيه غير يديات وحشت نصوب يضربني البرد وكذا. ولا ودي انت لا كري شي حديده راه انت معروف، راه يولو شايفينك شي واحد دير لنا مشكل. قال لهم ودي من معروف، انا راه معروف غير ليه، هاد الجلسه دي عندكم راه ما تيعرفنيش، كنبان لهم بحال شي كلا لهم راسهم ما قدرتش نبان لهم بحال شي مول المحلابه. حيت هو شفتيه تيبان لك بلق ورشي كيداير اخوتي، تقول هذا شي جزار تيبيع تقليه ولا شي كامبه ولا شي واحد تيبيع كاسكروطات. ولكن لا شوف السيد اخوتي داك الشيء ما عمرك تحقر الانسان، شوف السيد وصل بعيد. قالوا صافي نكريوها لك، كراو ليه الحديده كات كات ديال العربات ما عندك فين ما تشد، ماشي كاري لي شي حديده شي اللي با... لا كاري لي تما شي كات كات مزيانه نيني وشي راكبين معاه اللور ولا اللي صايك متابعين. وعاود تاني تا هما كاين اللي كاري ليهم حديداش، وعاد خلي الحديده ديال السلطه باش تابعين وتا هما يا وغادي ولا مخدمين. هذا شوف هذا شدوا الامن، شدوا واحد الناس عندنا في البلاد الامن وكذا، وهادي دخلوا للسجن باش غيتعاقب. ولا هو مخدم دوك الناس اللي غاديين يعاقبوه، ولا مخدمهم معاه خارج تيدور في الزنقه وتيدوروا معاه عاديه، تيدوروا بما نقصوا في السيد. اش نقول لكم انا تسطى نتايا اليوم عاوتاني وغدا بعدو تا غتجي واحد النهار اللي بطبيعه الحال وصل اللي ما كانوش كيتوقعوه هما يا كاع بان راه غيدير لهم داكشي، ولا داكشي راه غادي يوقع، ولا هادي ولا شي حاجه منه. لا ما كانوش كاع دايرين داكشي في الحسبان ديالهم. كاين هو نوع الحاجه شي ذكروها اخوتي المساجن باش يشكروه بزاف، انه قبل بحال دابا ناوي انه غادي يخرج هاد الليله هادي، راه كل ليله تيخرج. وفي ديك الوقيته كان غادي يجي المدير، قريب يجي المدير، ويلي المدير راه غبر كاع مبقاش يبان ما يمكنش. بقاش اللي قريب يجي المدير دخل هنايا عندهم انني شي تخيل بنادم تقول تستقبلك تيجي لعندك تقول لك شنو بغيتي، شنو بغيتي شنو تتمنى نتايا كاع في حياتك وبدا ما درتيش وادي مش قايت تعجب ويلي لا شنو بغيتي. وانا في الحبس هذا تخرجني تقول لا ما غير تخرج شنو شي حاجه كدا الله الا تيبقى بنادم يدير فيه تيتصدم ما تيفهم حتى شي لعبه. ويلي كيقولوا اه طلب اصاحبي قول شنو بغيتي مالك شنو كدا. المهم بزاف ديال الناس اخوتي بالهم داكشي اللي بغا اللي بغاو هادشي هذا قبل ما توقع الفاجعه النهار الاسود. شنو غادي يوقع؟ غادي يخرج بحال ديما بحال ديما بحال شي ولا تيجيو معادي يدوز لابيل غنديرو كدا طن غنخرجو غنديو معانا غنقصرو غنديرو الصبا عادي مبقاوش ضرب الا شي نهار غيقدر يدير. لا تعقو خلوهم حتى النهار اللي تعقو داوه مشاو ضحكو لعبو كلاو شربو الصباح تيفيقو. اول حاجه بعدا في الصباح في الحبس مولفه كتصوني داك الصونيط ديال الطير ديال الفازو ديال راه شي واحد ما كاينش هاد المره اللي دار داك الطير على فازو ديال المطافا وديال المسجون. ويلي كلهم ما كاينينش هاد العجب هذا اللي ما عمره وقعت في العالم حتى داك النهار. صونو التليفونات فيقوهم صحابهم طنطن شنو واقع فين كاينين نتوما راه شنو واقع في الحبس شنو واقع جاو ديروها فينا وفلان ما لقاوش مشى ناري ما تعقوش هادش ديال ناري يكون يا ربي يكون شي حلم هرب خلاهم في ديك الدار اللي كارين في الرشام قادة خلى ليهم كل شيء الله يعاون. يلا داك الشيء اللي كليتو جا الوقت دابا باش غادي تقيوه. هنا خوتي مي شافوه ما كاينش وهرب، ومن هرب راه ما قطعش شي حديده ولا كذا لا كيشوفوا الخروج ديالو عادي قضيه ما عندناش حنا السيبه في البلاد. لا كاينين واحد الناس كيستغلوا المناصب ديالهم، ولكن ملي كتعرك كتشوف تدخل واحد الفرقه كتهبط عليك عرفتي شنو محاسبه. بزاف ديال الناس ديال المطاف اخوتي تعتقلوا بزاف بزاف كاين اللي ضرب بقى تواخر عاد خرج مهم تصفات شما كاينه جاوي مسكين مليوح كاشو مضروبه ليه العايبه ما مش تقدر ما تقدر تقاوم ما دير حتى شي حاجه. الاخرين عادو تيفهموا على القالب واه شو على القالب دارنا كي دي
شو كدا شو كدا، وكيفاش دار القالب دار لك؟ العكس هو راجا دار معاكم غير زوين، نتوما كنتو غتموتوا بالجوع ولا حكا دار لنا دار ما دار لك والو. شوف دوك الناس اللي هما كانوا باعوا راسهم، فهمتوني؟ كانوا كاين بزاف ديال الناس تما كانوا خوتي داخل تمشي نقول لك باعوا راسهم، بغيتي تعرف على كيفاش باعوا راسهم. فكانوا عالمين علو بان بزاف الناس كانوا عالمين علو بان راه تيخرج يدير كدا هادي، تيبغي يبقى يهضر بهذا هما البنادم كدا هادي الطن. كان هو كيسب مساجن خصوصا ديك المكاري فلان وفلان كسبهم في الصفو، انا مش كون كسبهم في الصفو انت غير بغيتي تهضر غتلقى مشكله مع الاخر. ما كنت تابع انت وبعد منه ما شنو خصك شنو كدا، كان غادي بدك شي حطهم النقط على الحروف. هذوك العياقه اللي كانوا باش غادي يروم لي في الصف كان تيعطيهم الحشيش قرقوبي فلوس اي لعبه. عرفتي يا خوتي نهار غادي يهرب نيني يدخل واحد التفتيشيه للسجن كاع اللي عنده شي جدريه داو عليه، كاع اللي بقى كيجمع تيدبر عليه النيني وجمع شي 2 مليون ولا 4 ولا كدا، كتبقى عندك في البيت في السيلون ديالك دخلت لافاي داو لك اي واحد تكرط هاد الحشيش اللي كانت عندهم ما بقاتش. غادي شنو الحبس عاوتاني عاود تزير، جاء المدير ما كاش شنو وقع عندك الفازيو. شوف مدير شنو داروا معاه الله اعلم كيفاش ما كانش وكدا وكيفاش هاد الشيء هذا الله ما كيبقى. من بعد واحد المده اللي هي قليله تتصرح بان ان لله وان الى راجعون لقد تم قتل النيني في اسبانيا كدا هادي. كاين حنا واحد الحاجه نعرفوا هنا اي شخص بغى يتصرح بغيت يتصرح بانه مات ورينا الجوتشه، حنا كنا عارفين كان تيقول غير بالجوتشه الجوتشه صافي راه ميت ما كاينش الجوتشه راه ما كاين والو. وبعض ديال الناس كيظنوا بانه فعلا راه مات، وانا من دوك الناس اخوتي اللي كنظن بانه لا راه ما توفاش. وهذه هي القصه ديالنا ديال اليوم الحقيقيه ديال النيني وكيفاش كان تيخرج من السجن. راه ما كانش يخرج اخوتي قوه ولا كان تيدبر على المصطفى في الاول ولا كذا، لا شو باش دخلهم كان تيجي واحد الرونديفو كانوا هما في الاول غير كيمشيو معاه غير عادي. شو باش بدات وحتى الفاجات اللي كانوا كيدخلوا ليه راه ما كانتش كتدخل عنده حتى العزله ديالو، لا كانت كتبقى في واحد البيت لتحت لحد الكوزينه اللي هي شادينه بطبيعه الحال المساجن اللي كان تاهما اكثر منهم بلانطوات ديال النيني. شد السجن كامل ردوا في ديك الوقيته بلانطو كلهم، حتى شي يبان لك لا دايز بحال مشكله. مهم هذا هي القصه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تكون نال اعجاب ديالكم، كنتمنى بما امكن ان نكون كنت خفيف عند القلوب ديالكم. ما تنساوش واحد التعليق زوين جيم بارطاج، تحياتي لكم كاملين من القلب الخالص. وهذه هي القصه الحقيقيه اخوتي ديال النيني وتحياتي لكم.